الدنيا تنادي أنا مرحلة موقتة. الدنيا ما تخدع، الدنيا صريحة واضحة تكشف واقعها. يقولون واحد في يوم من الأيام جاءه ملك الموت، إحنا في يوم من الأيام يجينا في خلوة في جلوة، مرة في البيت وحده، فد مرة شوف ملك الموت أمامه، جاءه ملك الموت قال لماذا جئت؟ قال جئتك قابضا. قال لماذا لم تنذرني من قبل؟ قال ليش؟ أنا عشرات المرات أنذرتك حذرتك. قال وين؟ لعل مضمون الرواية هكذا. قال لم يمت فلان من أقربائك، هذا الإنذار الأول. ما مات فلان من أحبائك، هذا الإنذار الثاني. هذا الشاب اللي كان في عنفوان شبابه دخل في المستشفى ليلا وفي البكور جاء نعيه. ماكو الدنيا ما بيها شيخ شاب رجل امرأة. هذا الانذار الأول، هذا الانذار الثاني، هذا الانذار الثالث، هاي كلها انذارات إلنا. احنا لم نظن أن الموت حق ولكن للجيران، يوم من الأيام ننتهي. حتى أحفادنا اسمنا ما يتذكروا. الآن تتذكرون أنتوا اسم جدكم العاشر؟ من هو جدكم العاشر؟ تتذكرون؟ لا، حتى اسمه ما يبقى، ينتهي، احنا مننتهي. الشعرة البيضاء الأولى في لحيتك، هذا الإنذار الأول. الشعرة البيضاء الثانية، هذا الإنذار الثاني. هاي الإنذارات دا تتوالى، هاي علامة الرحيل. كل شعرة بيضاء علامة الرحيل، هاي العلامات دا تتكاثر. الدنيا تصدق تقول أنا مو دار بقاء، أنا وسيلة للآخرة، أنا مرحلة مؤقتة.